بدأ يمسك بزمام الأمور ويتقدم ويأخذها حط جول. الله على المتعة، إيه من كرات، إيه من تمريرات، إيه الحلاوة دي، يا سلام، الله الله الله، ومين اللي كملها؟ هو راؤول، شوف شوف راؤول جونزاليس، راؤول النجم الأسطوري للريال، ولست الآن يعيدنا إلى أيامه الجميلة. ولاحظ الصراع ما بين خالد نواف وراؤول، صراع حقيقي في مباراة اليوم، واستمتعنا بساعة كاملة ويزيد 62 دقيقة، ولدينا الآن خطأ على التنفيذ، تاباتا ونذير، والكرة جميلة وتعود ما ينصد ولا يرد، ومن الاهداف الحلوه اللي ما تنعد الليله للسد، جول ثاني، جول لراؤول وجول لابراهيم ماجد. فريق رائع وممتع، جماهير السد لا ترحم، لذلك هي لا ترضى الا باللقب. حط الثالث، الثالث كبيرة للكبير، للكبير السد، الليلة الليلة صباحي، السد على الكورنيش. والسد على الكورنيش، جماهير الزعيم، الليلة على الكورنيش، السهرة على الكورنيش، الليلة والكرنفال في الكورنيش، هنا في استاد خليفة، مرة عن طريق راؤول، أخرى من طريق إبراهيم ماجد، ثالثة عن طريق حسن الهيدوس، فعل حسنا وأرسل الكرة، راؤول يقفز فرحا. أين تجدون كل هذا العفوية؟ حديث جميل فيه قمة البساطة، فيه هذا ابن راؤول حاضر في هذه الصورة، يعني قمة البساطة، قمة الأريحية، إنها لحظة المجد، لحظة التاريخ، السد بطل بطولة كأس سمو الأمير المفدى، السد بطلا للبطولة الأغلى، ارتفعت الموسيقى، ارتفعت الكأس، ارتفع النارية في الكرنفال الكبير، السد بطلا للبطولة الأغلى، السد الزعيم، الزعيم ومن يد تميم.